حياكم الله من سوق الخضرة في دبي. هذا المكان الجميل يعتبر مول للخضرة، فاتح من 3 شهور، وايد من الناس ما يعرفونه، ولك سعر خاص. تعال أبالغ من أجمل الأسواق وأنظف الأسواق اللي موجودة في شرق الأوسط. تفتخر أن هذا موجود في دبي، والتحديد في دولة الإمارات. جميل جدا، مول ما أعرف شو اسمي صراحة. حياكم الله. خلونا نتكلم عن السوق، وأيضا أراويكم بعض العروض. في عروض حصرية لمدة 10 أيام إن شاء الله. هذا المكان أصلا تاجر جملة. هذا المكان يوميا 18 طيارة يجيبون لهذا المكان. هذا المكان يورد لأكبر الأسامي اللامعة. فاليوم إذا اشتريت لمدة 10 أيام، قلت لهم أنا من طرف فيكس لك 10% خصم على كل شيء، كل شيء. زائد في أسعار على بعض المنتجات تقدر تسميها شيء. بسم الله. بسم الله. اسمع، هذا الخس الأردني الكيلو 95 فلس. قول معاي. أيوة. بطاطا المصرية الكيلو 1.5 درهم. يستاهل تقول شيء. أيوة. خيار إماراتي الكيلو 1.75 درهم. بسم الله. الجمال وطلع النظافة وطلع الكوفي شوب والكابتشينو والكيك في سوق الخضرة. الله، أهلا وسهلا، حياكم الله. ايوه، الاسم معروف، تشيكيتا، موز تشيكيتا. قول شو الكيلو 5.95 درهم. اناناس فلبيني الحبه 4.5.